لماذا يمتلك بعض الرجال اللحى الحمراء مع أن شعرهم ليس أحمرا؟ ربما قد تساءلت يوما لماذا نرى بعض الرجال بلحى حمراء مع أن لون شعرهم غامق، بالإضافة إلى عدم وجود شخص ذي شعر أحمر في العائلة. وبعد أن حيرنا هذا السؤال كثيرا، تواصل أدريان سخيفوريست مع بيترا هوك بلوم من منظمة إيرفو سونتريم الهولندية، وهي منظمة تعزز علم الوراثة والوعي حول الأمراض الوراثية، ليحصل على الجواب. كان جوابها أن هذا كله يرجع إلى المورثة MC1R، والتي تكون المسؤولة عن ظهور الشعر الأحمر. فهذه المورثة هي مورثة متنحية وتبقى متنحية لعدة أجيال إلى أن يتزاوج فردان يحملان المورثة المتنحية نفسها، فيولد طفل بشعر أحمر. وأضافت هاك بلوم أن الأمر له علاقة بالمورثات التي تحدد كمية الميلانين في الشعر. فلون الشعر يعتمد على نوعين من الميلانين، الميلانين السوي أو الصباغ الأسود، والفيو ميلانين الصباغ الأحمر. واستمرت في الإضافة، منذ حوالي 10 سنوات اكتشف العلماء أن المورثة MC1R على الصبغي 16 تلعب دورا مهما في اكتساب الأشخاص شعرا أحمرا، فتنتج هذه المورثة بروتين يدعى الميلانوكورتين 1، والذي بدوره يحول الفيوميلانين إلى الميلانين السوي. فعندما يرث أحدهم نسختين متحولتين من الـ MC1R من كلا الوالدين، ينخفض معدل تحويل الفيوميلانين إلى الميلانين السوي، فيتراكم الفيوميلانين في الخلايا الصبغية للشعر، ويولد شخص بشعر أحمر وبشرة فاتحة. ولكن ما السبب وراء امتلاك بعض الرجال لحى حمراء مع أن شعرهم ليس أحمر؟ وأضافت هاك بلوم قائلة، في حال ورث الشعر مورثة متحولة واحدة من MC1R من أحد الوالدين، يظهر لديه الشعر الأحمر في أنحاء متفرقة من الجسم، ربما في اللحية، وربما يكون في شعر العانة.